دكتور لبيب غلمية، أخصائي أمراض نسائية وتوليد، موجود معنا اليوم. موضوعنا هو الإنفلونزا خاصة عند المرأة الحامل. أهلا وسهلا فيك. كيفك؟ شو هي الإنفلونزا؟ يعني شو اللي بيعتبر إنفلونزا؟ شوية رشح اسمه إنفلونزا. Exactly. هذا الشيء اللي بنقوله، أنه لا، مش كل شيء رشح اللي هو common cold هو الإنفلونزا. الإنفلونزا هو فيروس مثل هوليك، الفيروس اللي بيعملوا رشح، بيعملوا سعلة، بيعملوا حرارة. بس الإنفلونزا هي يمكن أكثر ناس بيعرفوا واحدة من الإنفلونزا، زي h1n1 اللي كان في كتير ضجة حواليها بال 2009-2010. هاي هي الإنفلونزا اللي منخاف منها، لأنه الإنفلونزا ممكن تعمل عوارض كتير أكثر من رشح العادي. أكيد تعمل حرارة، بتعمل سعلة، التهاب بالدينين، التهاب بالرواية، اللي هني كتير ممكن يكونوا خطيرين. بس هذا بدنا نجرب نميز بين الكومن كولد، أما الرشح العادي اللي كلنا بيصيبنا، والإنفلونزا اللي هي مثلها بس على خطورة أكتر. المرأة الحامل بيأثر فيها هالفيروس أكتر من غيرها؟ إيه، المرأة الحامل إذا لقطت الإنفلونزا، وتقول الإنفلونزا يعني H1N1 وأخواتها، إيه ممكن يكثير عندها مشاكل، مضاعفات أكتر من لو ما كانت حامل. ليه؟ لأنه بتعرفي الحمل، مناعة الجسم خلال الحمل بتكون شوي مختلفة، يعني الطريقة اللي منحارب فيها الفيروس والبكتيريا بالحمل مختلفة، فهي معرضة أكتر تعمل مشاكل. نمونيا مثلا، التهاب بالرواية ممكن يصير فيه أخطر. نعرف السيدات لقطوا هالإنفلونزا صار عندهم مشاكل أكتر، فاتوا على الانتنسيف كير أكتر، صار فيه وفيات أكتر ولما يكون في إنفلونزا عند المرأة الحامل، لأنه العلاج ما بيقدر يكون أجريسيف كفاية. العلاج هو نفسه بس لأنه الجسم المرأة الحامل مختلف، المناعة مختلفة، حتى الكمية الأكسجين المرأة الحامل اللي هي بحاجة له أكتر من غيرها، الرواية، الفيزيولوجي تبع الرواية، ما التغيرات اللي بتصير خلال الحمل بالرواية أخطر، فهي بالتالي معرضة أكتر. مثل شخص مثلا عنده سكري، عمره فوق 65، عنده بالقلب، هول الأشخاص معرضين أكتر من غيرهم. والنساء الحوامل هن من هذه الكاتيجوري اللي هن ناس هاي ريسك يصير عندهم إنفلونزا ومشاكلها. المضاعفات أقوى، وال يعني الريسبشن كمان أقوى، يعني ممكن تكون أكثر معرضة أكثر من غيرها. لا، هيدي مش إنه معرضة أكثر من غيرها، في دراسات فرجت إنه منا معرضة أكثر من غيرها، ولكن لما تلقطها رح تكون يمكن بحالة شوي ممكن تسوق بسرعة أكثر ويصير في مضاعفات أكثر. وهنا عم نحكي عن يعني المرأة حامل، وعم نحكي عن الجنين كمان، يعني هون الوقاية بتصير بعد مطلوبة أكثر وأكثر. الجنين قد إيه بيتأثر بهالموضوع؟ هلا الجنين بنعرف من الدراسات إنه إذا المرأة الحامل تعالجت ما في كتير مضاعفات عند الجنين، بس ممكن يصير في طلق مبكر، يصير في ولادة مبكرة، ممكن يأثر على نمو الجنين. الحرارة العالية اللي بيسببها هذا الفيروس خاصة من أول فترة من الحمل ممكن تعمل تشوهات. فأي الفيروس ممكن يكون خطير مش بس للسيدة، كمان إنما للجنين. يمكن يصير في إجهاض مبكر إذا صارت الإنفلونزا قوية وبأول فترة من الحمل. كيف ممكن تنتقل الإنفلونزا؟ الإنفلونزا مثل حالة رشح، يعني منتقل من شخص لشخص. هلأ كتير سمعنا نحن عن أنواع إنفلونزا انتقلوا من الحيوانات، من السواين، من الخنازير، ومن البيردز، من الأيفين فلو. بس أكثر الانتقالات بتصير من شخص لشخص، أكيد من دروبلتس بيطلعوا من التم لما واحد يسعل، لما واحد أكيد يستعمل الكينكس وما يغسل إيديه. فهيدي ونحن بتعرفي بعاداتنا بلبنان كتير منسلم على بعض ومنبوس بعض، فكتير سهلة إنه تنتقل من شخص لشخص. فكتير مهم إنه السيدات الحوامل ومش الحوامل كمان ينتبهوا، أكيد يغسلوا إيديهم، يلبسوا ماسك إذا كان عندهم أي عوارض، منشان ما يعرضوا غيرهم لهدول المشاكل، خاصة إذا عندهم حدا حامل أما حدا كبير بالعمر مريض بالبيت، منشان ما يعطوه هذا الإنفلونزا. أما حالة فيروس تاني كمان، بس غسيل الإيدين مهم، لأنه إذا كنا عقرب تقريبا مترين من شخص وعم بيسعل أما عم بيعطس ممكن ينقلنا الفيروس. تنروح للوقاية. طبعا اللقاح هو اول وقايه انتم بتحكوا عنها. اللقاح هو للجميع، وهل المراه الحامل قادره تاخذ هالفاكسين؟ اللقاح الانفلونزا كل الجامعات بتقلك انه لازم حيل لشخص فوق العمر 6 شهور، يعني الطفل لما يكون عمره 6 شهور وطلوع ياخذ الانفلونزا. كل الاشخاص، انا انت الحوامل، بس طبعا مثل ما قلنا في ناس الهاي ريسك اكثر هن عندهم برايورتي، اما لازم نعطيهم هذا الفيروس قبل غيرهم. مثل ما قلنا واحدة منهم هي النساء الحوامل، وبدنا نطمن كل الحوامل انه هذا الفاكسان كثير سليم. صرنا من 2004 بنعطيه، في كثير دراسات عنه انه ما بيأذي الجنين، ما بيأذي المرأة الحامل. لازم ينعطى كل ما يكون المرأة حامل خلال السيزن، يعني عادة السيزن بلش بأكتوبر وبتضلها لتقريبا مارتش، اما اذار. وهلا بشباط
اخر جانوري وشباط اكثر مرحله بنشوف فيها انفلونزا وبتعلى نسبه الانفلونزا. وايمتى لازم يكون عم يتاخذ هاللقاح؟ حيلا مرحله اذا كانت حامل باكتوبر لا لانه هو بالفيروس الفاكسان بيطلع باكتوبر سو بنعطيه بهذه المرحله. إمتى ما تكون المرأة الحامل بحيلا ترايمستر يعني حتى أول ما تكون حامل بالشهر الثاني الثالث بالميد ترايمستر حتى بنهاية الحمل بيفيد وحتى بعد الولادة بيفيد لأنه رح يحمي الجنين من هدول الأمراض. دايما بيكون السؤال كل سنوي هالفاكسين سنوي كل سنة لازم كل سنة كل سنة بتاخدي ولازم ناخده كل سنة لأنه الفيروس بيتغير فكل بس كمان بدون حمل هالمطلوب بدون حمل طبعا أكيد بس أنه الفيروس بيتغير يعني كل سنة بينحط ثلاثة أما أربع أنواع من الفيروس اللي كانوا بالسيزن اللي قبل بس الفيروس ذكي كتير وبيغير شكله فكل سنة منغير بس وهذا الفاكسان ما بيحمي 100% لأنه ممكن نلقط فيروس جديد طلع هذا السنة بس بيخفف من العوارض وتقريبا بيحمينا شيء 70% من هدول الفيروس. فإذا الأشخاص اللي بيقولوا أخذت اللقاح ولكن مع هيدا وكل ما هيدا وكله رشحت هاي كل يوم بسمعها إجان الرشح هو مثل ما قلنا الكومن كولد أكيد رح ترشحه بس حنكون محميين من الإنفلونزا وفي بعض السيدات بياخذوا الانفلونزا وبيلقطوا انفلونزا بس بتكون مثل ما قلنا العوارض اخفف وهذه هي الشغله المهمه فيه يعني مثل اللقاح لجدره المي يعني الاشياء اللي بناخذها اللي هي مزبوط. الفرق انه هو هذا الفيروس بيتغير كل سنه فمن الصعب نقدر نحمي 100% مثل غير امراض عنا لكن كل الامراض الثانيه كمان لو يعني كان في لقاحات نحن معرضين انه ناخذ المرض ولكن مضاعفاته بتكون مزبوط. مش مؤذيه مزبوط. بس هون المراه الحامل بالتحديد رح يكون عندها هالخوف انه اذا ما كانت اصلا بتاخذ هالفاكسين لما بتكون حامل تقرر تبلش فيه الخوف اللي هو لما نطمنهم 100% انه ما في خطوره على الجنين يعني حتى البريزرفيتيف اما الاشياء الموجوده داخل داخل الفاكسين ما بتاذي الجنين ما بتعمل تشوهات بالعكس الاستفاده منها اكثر لما نقول كمان انه هي اخذت الفاكسين بتعمل هي مضادات اما انتي بوديز بجسمها بيحميها وكمان بينتقلوا للجنين والجنين ما رح يقدر اما الطفل لما يخلق ما حياخذ هذا الفاكسان لعمر الست اشهر بتكون اول هالست اشهر طبعا بتحميه هي بهدول بالباسيف اميونيتي تبعيتها بالطريقه المش مباشره وكمان حتى لما تردع هالانتي بوديز بيطلعوا بالحليب تبع الام وبيحموا الجنين من هذا الفيروس سو عنده كثير منافع يحمي الجنين خلال الحمل السيد الحامل والطفل بعد ما يولد وبنعرف النساء اللي اخذوا الفيروس الفاكسان الولاد تبعولهم صار عندهم أقل مشاكل يعني التهابات بالدينة ومشاكل رئوية كل هدول كانت أخفف لما أخذوا الفيروس الفاكسان سوري نعم في كثير من اللقاحات يعني بوقتها وبعد يومين ثلاثة بيكون عندهم ردات فعل بسيطة عرضية ولكن كمان بتكون أوقات يمكن تأثر على العمل على نهارنا صحيح. يعني هل ممكن هالشيء مزبوط الفلو شوت أما الفاكسان تبع الإنفلونزا ممكن يعمل عوارض تشبه الفلو يعني نحن ما نطمنه ما عم نحط بجسمهم فيروس عم نحط شقفة من الفيروس بس تقوي المناعة الجسم سو لما المناعة تقوى بيصير عندنا مرات عوارض مثل الرشح وجع راس أنا مثلا كل سنة باخده بحس وجع راس بحس هيك إرهاق بحس وجع بالعضلات هول طبيعية في كتير ناس بيحسون بس أكتر ناس ما بيكون عندهم مشاكل ما بيحسوا فيها ف بدولها كل السيدات الحوامل لازم تاخذوا الفاكسان بهذه المرحلة نحن بالحقيقة بالجامعة الأمريكية عملنا دراسة من كم سنة عن سألنا سيدات إنه هل أخذتوا الفاكسان كتير قليل منهم أخذ الفاكسان كتير منهم بيخاف إنه يعمل ردات فعل فنحن بنطمنه إنه بالعكس سيفتي 100% ومنافع كتير منافع فبننصح فيه للفاكسان صار ضروري خاصة للمرأة صار ضروري 100% دكتور لبيب غلمية أهلا وسهلا فيك أخصائي أمراض نسائية وتوليد شكرا لك لوجودك معنا وقفي هلأ مشاهدينا من بعدها منكون مع المسيح في صوم المبارك لنحكي أكثر عن هالموضوع خليكم معنا